السلام عليكم، ده كباش كوز صغير لازاي تعمل اديت للمحاضرة وتطلعها بالطريقة دي. الكباش كوز بادئ من الأول خالص وبيشمل فيلمينج، ريكوردينج، اديتينج وكمان فيكسينج. الفيديوهات متقسمة لأربع أنواع. النوع الأول الاسينشال، وده بالظبط فيديو واحد. الفيديو الوحيد ده يعتبر أهم فيديو في السلسلة كلها. لو في إمكانية إنك تشوفه أكتر من مرة فاعمل كده. النوع التاني هو الإمبورتنت، ودي فيديوهات مهمة برضه ما ينفعش اعملها سكيب، لكن مش بأهمية النوع الأول. النوع التالت من الفيديوهات الأوبشنال، ودي بتشرح حلول لمشاكل شائعة في الإديتنج، فلو أنت ما قابلتلكش أي مشكلة والدنيا تمام معاك ممكن تعملها سكيب عادي. النوع الأخير واللي بتمثل بقية الفيديوهات هي الفيديوهات اللي مبقاش مكتوبة قبل التايتل بتاعها حاجة. طبعا أنت هتشوفها عادي، بس مش إجباري إنك تمشي ورا كل حاجة اتقالت فيها بالحرف. قبل ما نبدأ بس عايز أوضح حاجتين. الحاجة الأولى، لو انت واحد عمرك ما عملت اديت على برنامج سونو فيجاس اللي هو البرنامج اللي احنا بنشرح عليه اللي هو بنستخدمه في الفيديوهات دي، فلو انت الشخص ده انا سبتلك الفيديو ده في اول البلاي ليست. ده ايه؟ ده باختصار فيديو سجلته زمان بيشرح اساسيات سونو فيجاس وموضح لك كده في التايتل، فانت شوف الاول وحاول تجرب شويه مع ايدك الحاجات الاساسيه في البرنامج، وبعد كده خش على الحاجات التقيله اللي هي دي. الحاجه التانيه، لما كنت بسجل الكورس ده زمان كان في نيتي ان انا اخلي كل الفيديوهات دي عبارة عن فيديو واحد مجمع كبير، بس بعد ما خلصت تسجيل اكتشفت ان طول الفيديو كان يعدي ساعة. علشان كده قررت ان انا اقسمه بالشكل اللي قدامكم ده. فالمهم من كل ده انك لو لقيتني في وسط الشرح في فيديو من الفيديوهات اللي تحت، نقول كمثال 6.4، لو انا جوه الفيديو ده عمال اقول لك في اول الفيديو قلت لك التلات كلمات دول، فهكون قصدي غالبا على حاجة هنا، هيكون قصدي على حاجة كانت في أول البلاي ليست، مش في نفس الفيديو يعني، مش في نفس اللي هو 6.4، لأ هتكون هنا.